السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم منذر، واليوم راح نستعرض لكم أفضل ألعاب لعام 2020 القادم من قناة Infinity Gaming. في حقيقة الأمر لم يكن سنة 2019 هو الأفضل بالنسبة للإصدارات الجيدة في عالم الألعاب. هناك بعض الألعاب المنتظرة التي تم إطلاقها هذا العام مثل Death Stranding و Call of Duty Modern Warfare، لكن يمكنك القول أن سنة 2019 لم يكن عام الألعاب الأكبر، بل كان عام التشويق والعروض الدعائية. هناك الكثير من الإعلانات الخطط التي صدرت في هذا العام، والتي ستجلب لنا أفضل ألعاب سنة 2020 مع الكثير من التحديثات على عالم الألعاب بشكل عام، مثل المنصات الجديدة القادمة من أكس بوكس وبلاي ستيشن. خلونا نبدأ بقائمة أفضل ألعاب لعام 2020. لعبة Final Fantasy 7 Remake ستحتوي هذا النسخة من سلسلة على شخصيات وأحداث جديدة لم نشاهدها في النسخ الأصلية، مع إدخال مخططات فرعية جديدة للقصة، والتي ستمكننا من ساعات لعب أطول. وعلى الرغم من نهج الأكثر حداثة في اللعبة، وهناك العديد من الخيارات لمحاكاة اللعبة الأصلية، والتي ستتضمن خيارات التبديل إلى قتال التقليدي. وبما أننا قد حصلنا على فرصة لرؤية اللعبة في مؤتمر E3 2019، وقد كان الأمر مدهج للجميع بكيفية تمكنها من إعادة بناء اللعبة الأصلية من الألف للياء، نحن الآن متحمسون بشكل أكبر لرؤية المزيد منها بعد أن يتم إطلاق اللعبة بشكل كامل في عام 2020 للعبة حصرية لـ PS4، تاريخ الإطلاق 10 أبريل 2020. بصراحة متشوق لهذا اللعبة كثير، لأنها من الألعاب الأسطورية المميزة. اللعبة الثانية لعبة Doom Eternal. بعد أن قمنا بمعاينة العروض التوضيحية للعبة Doom Eternal والعديد من التسريبات حول القدرات الجديدة، يبدو أن اللعبة ستنتقل بنا إلى مرحلة جديدة تماما في عالم دوم المرعب. هناك العديد من التقنيات مثل التنقل بين المحطات مع قدرات التسلق الجديدة والأداء التي تسمح لك بالتنقل إلى مناطق بعيدة. تحاول أيضا لعبة دوم إنترنال أن تفعل شيئا جديدا في أنماط اللعب الجماعي المتعدد من خلال وضع باتل، الذي يضع اللاعبين ضد بعضهم البعض في مواجهات قاتلة واحد، كما أن المعارك ستتضمن عناصر مومبا، بينما يتيح نمط انفنجن لاعبين قيام بغزو مناطق التي يسيطر عليها اللاعبين في فريق الخصم. يبدو أن المطورين ID Software يبذلون قصار جهدهم لفصل لعبة Doom Eternal القادم عن النسخة السابقة التي صدرت في عام 2019. المنصات الداعمة للعبة PS4, Xbox One, Nintendo Switch و PC، تاريخ الإطلاق 20 مارس 2020. من فيكم لعب الجزء السابق وهل متحمسين لهذا الجزء؟ اللعبة الثالثة Half-Life Alyx. بحلول الوقت الذي سيتم إطلاق لعبة Half-Life Alyx سيكون قد مر علينا أكثر من 13 عام في هذا السلسلة، ورغم أنها قد كان فترة طويلة جدا، إلا أن اللعبة القادمة لن تكون Half-Life 3 التي طلب بها جميع عشاق السلسلة، والتي يبدو أيضا أن الجهاز الحصري الوحيد للعبة Half-Life Alyx هو الواقع الافتراضي VR، والذي جسد اللعبة بشكل ممتاز كما شاهدنا في العروض الترويجي لها. سوف تروي اللعبة قصة شرعية حدثت في وقت ما قبل الحلقة الثانية من خلال شخصية رئيسية أليكس فانس. هناك مستوى عالي من التفاعل مع البيئة بالنسبة للعبة، كونها ستقدم لنا الواقع الافتراضي كمشغل أساسي، والذي يظهر لنا كيفية البحث عن الذخيرة واستخدام قفازات الجاذبية المغنطة للقيام بأشياء مثل سحب قنبلة يدوية على أحد الجنود لرميها، مما يعني أنك ستمتلك أيضا عناصر مميزة عديدة في عالم الألعاب التي ستعتمد على الواقع الافتراضي، والتي ستعمل على جميع الأجهزة الفي آر. اللعبة حصرية للحاسب الشخصي، تاريخ الإطلاق مارس 2020. هل أنتم من محبين ألعاب الفي آر؟ لأن هذا اللعبة راح تبهرك بكل تأكيد. اللعبة الرابعة نيهو 2. مجريات اللعبة نيهو 2 حدث قبل 50 عاما، مما يعني أنك لم تعد تلعب دور الساموراي الأجنبي ويليام آدمز. بدلا من ذلك ستقوم بإنشاء شخصيتك المخصصة في المنتصف عصر سيجنو في رحلة عبر اليابان، ولكن ما قد يجعل بطل الرواية الخاصة بك في اللعبة نيهو 2 أكثر إثارة من النسخة السابقة هو أن البطل من نسل الإنسان خارق، مما يتيح لك الوصول إلى مجموعة من هجمات والقدرات الخارقة للطبيعة، حيث أن الميزات البارزة الجديدة تشمل القدرات على اجتياز مجال
يوكاي وفئتين من الأسلحة الإضافية، كما أن القدرة على الوصول حتى 3 لاعبين في نمط اللعبة التعاوني عبر أوضاع جديدة متعددة للاعبين ستكون متوفرة في لعبة نيهو 2. المنصات الداعمة للعبة PS4 PC تاريخ الإطلاق 13 مارس 2020. لكل عشاق الساموراي لا تفوتكم هذه اللعبة. اللعبة الخامسة سايبر بانك 2077، تعتبر هذه اللعبة هي العنوان الأحدث التي تعمل عليها الشركة المطورة CD Projekt Red، والتي عملت مسبقا على سلسلة الألعاب The Witcher الشهيرة، وقد تم إعلان عن سايبر بانك في أول مرة في عام 2012. مكان اللعبة سيكون في مدينة نايت سيتي التي حصلت على الحياة الجديدة بفضل التقنيات العديدة التي بدلت الحياة البشرية إلى أجهزة إلكترونية. في الوقت الذي لا تمتلك فيه المدينة قوانين للحفاظ على تلك التقنية، بل استطاعت العصابات امتلاك المعدات اللازمة لزرع أجهزة إلكترونية داخل أجساد البشرية للحصول على المزيد من القوة والمميزات الإضافية التي قدم تلك المعدات. ستعتمد اللعبة سايبر بالأساس على نظام تصويب، أي أنها ستكون بلا شك لعبة FPS لأنها تتضمن جزء كبير من إطلاق النار، على الرغم من أن العديد من الأدوات والقيادة ستتحول غالبا إلى منظور الشخص الثالث. هناك العديد من الأجزاء التي تنطوي إلى الأسلحة بمختلف أنواعها، كل شيء يتحرك بسرعة، والعديد من الأمور الجديدة التي ستتعرف عليها داخل لعبة، مما يعني أنك ستلاحظ وجود العديد من الأسلحة المختلفة نظرا لدمجها مع المعدات المتطورة. كذلك الأعداء الذي ستواجههم، والذي لن يكون مجرد أشخاص يستطيع قتلهم وحسب، ربما تتعاون معهم أو تعمل لديهم، وفي أسوأ الأحوال ستقوم بجعلهم أعداء لك. المنصات الداعمة PS4 PC وXbox One، تاريخ الإطلاق 17 سبتمبر 2020. هل أنتم متحمسون لهذه اللعبة الرهيبة؟ هذه كانت قائمة أفضل ألعاب لعام 2020. اكتبوا لي في التعليقات أي من الألعاب المفضلة بالنسبة لكم واللي حابينكم تجربوها. كان معكم منذر، إلى أن نلتقي في فيديوهات قادمة. سلام.